مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. معكم علي عز الدين، وبعدنا بموسم المكتبة. واليوم الحلقة عم تحكي عن كتب الولاد الصغار. رح أعرفكم على مؤلفة اسمها ورجة لافاتر. ورجة كتير انشهرت بالكتب تبعونا لأنه أخذت كل القصص المشهورة، قصص الولاد الصغار، وحولتها إلى كتب بهيدا الشكل. فإذا الكتاب هالقد غريب، هالقد مميز، ولاحظوا إنه هيدا الكتاب مش بس بلغة واحدة، تقريبا بشي 5 لغات، لأنه ورجة عرفتنا على كل الشخصيات بهاللغات يلي موجودة هون: فرنسي، إنجليزي، إيطالي، ألماني وغيرها. وبهيدي الطريقة الولد هو عم يطلع على هيدا الكتاب، رح يشغل مخيلته ورح يستفيد من هيدي الأمور يلي موجودة هون. ونصيحتي لإلكم، خلوا الولاد تكتب مثل ما كتبت ورجة قصص هالقد خيالية، وقصص مبنية فقط على رموز وإشارات.